الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، موضوع حلقة اليوم نبي من أنبياء الله تعالى، اختصه الله تعالى بصورة مباركة في القرآن العظيم، ألا وهي سورة يوسف. شخصية هذه الحلقة هو نبي الله يوسف، فتعد قصته صلى الله عليه وسلم إحدى قصص الأنبياء القرآنية التي ذكرت أحداثها بالتفصيل، وحيث نزلت سورة كاملة مخصصة تتحدث عن هذه الأحداث، وتحدثت عن يوسف وأبيه يعقوب، وكذلك عن إخوته الذين وقع له ما وقع معهم في تلك القصة المعروفة. وكان ليوسف عليه السلام مكانة عظيمة وخاصة في قلب والده يعقوب عليه السلام. مولد يوسف عليه السلام، ولد يوسف في منطقة تسمى فدان أرام، وتوجد بدولة العراق. ويذكر أن نبي الله يعقوب أي أبو يوسف عليه السلام كان يبلغ من العمر 91 سنة من اتزاد سيدنا يوسف عليه السلام. ثم بعدما يعني ولد سيدنا يوسف وأصبح يمشي، عاد به والده يعقوب وهو صغير إلى بلاد الشام، وعاش سيدنا يوسف قرابة 110 سنوات في حياته. وأمه تسمى براحيل، والتي توفيت بعد ولادتها ليوسف عليه السلام. كما هو معلوم أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما ولدته أمه توفيت، فتزوج أبوه وأنجب أولادا آخرون، وهم الذين وقعت لهم القصة مع سيدنا يوسف عندما رموه في البئر وباعوه لتلك القافلة التي كانت مرة بجانب البئر. وليوسف أخ شقيق اسمه بنيامين، يعني عنده أخوه واحد فقط اللي هو شقيق اللي هو بنيامين. وتميز يوسف عليه السلام برجاحة العقل وسلامة الخلق، وكان ذكيا. إنه ربي أحسن مثواي، هذا الكلام قاله لزليخة امرأة العزيز، وسنتطرق إلى ذلك إن شاء الله في الحلقات المقبلة من قصة يوسف عليه السلام. وكان جميلا جدا، أي كان واحد الجمال سبحان الله العظيم، يعني يفوق البشر. حتى ذكر السهيلي أحد علماء المسلمين بأن جمال يوسف عليه السلام كان يصل إلى مرتبة النصف من حسن آدم عليه السلام، والشهر بصدقه في المعاملة والإخلاص في العبادة. أحبتي الكرام، سنحاول إن شاء الله في الأجزاء المقبلة من قصة يوسف أن نتطرق إلى الجو الذي نشأ فيه يوسف، ومكر الإخوة وبيعهم ليوسف عليه السلام، ونشأته في بيت العزيز، وإتيان إخوته إليه، وجمع الله تعالى بأبيه وإخوته وأمه. سنتطرق إلى هذه القصص إن شاء الله في حلقات مباركة مقبلة. وإلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.